تضع الانتخابات البرلمانية البريطانية حداً لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاماً، والذي شهد بريكزيت وتقلبات اقتصادية وفضائح سياسية. استطلاعات الرأي تؤكد تقدم حزب العمال بقيادة كير ستارمر بنحو 20 نقطة منذ أشهر، ما يبدد الترقب بالنسبة لنتيجة الانتخابات. فبعد وصوله إلى قيادة حزب العمال قبل 4 سنوات، عمل ستارمر على إعادة تركيز الحزب في الوسط وتطهيره من معاداة السامية التي اتهم سلفه بالسماح بانتشارها. على الجانب الآخر، رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، الذي منذ وصوله إلى السلطة في أكتوبر 2022 سعى إلى ترتيب الوضع والنهوض بالحزب، لكنه وقع في فخ وعوده مثل طرد اللاجئين إلى رواندا ووضع حد لتوافد مهاجري القوارب عبر بحر المانش، إضافة إلى إخفاقه في تقليص قوائم الانتظار على خدمات الصحة الوطنية وخفض الدين العام. سوناك بعدما دعا إلى الانتخابات في الصيف بدلاً من الخريف واجه صعوبات عديدة اعترضت حملته، مثل تداعيات مغادرته لفعاليات ذكرى انتهاء الحرب العالمية وفضيحة الرهانات غير القانونية على تاريخ الانتخابات. فوز ستارمر في نظر البعض يبدو مؤكداً، لكن عوامل غير محسومة تدفع إلى انتظار نتائج الانتخابات، إذ ينصب الاهتمام على حزب ريفورم المعادي للهجرة، وهو الأكثر يمينية بين أحزاب بريطانيا، مع احتمال فوز زعيمه نايجيل فاراج الذي تصدر حملة بريكزيت بمقعد في البرلمان بعدما فشل 7 مرات من قبل. استطلاعات الرأي الأكثر تشاؤماً بالنسبة إلى المحافظين تتوقع ألا يبقى لهم سوى 10 نواب مقابل 344 مشرعاً في البرلمان المنتهية ولايته. حتى سوناك يمكن أن يفقد مقعده ليكون أول رئيس حكومة منتهية ولايته يخسر في دائرته، ليبتعد الحزب الأزرق عن السلطة والمعارضة للمرة الأولى في تاريخه. العقبة نفسها تعترض السباق لخلافة سوناك، إذ من غير المؤكد أن يحتفظ عدد من المرشحين لهذا الموقع بمقعدهم البرلماني، كما يمكن أن يشهد الحزب انسحاب بعض أعضائه لصالح أحزاب أخرى، ناهيك عن أن أكثر من 120 مشرعاً محافظاً قرروا عدم الترشح أو الانسحاب من الحياة السياسية قبيل الانتخابات.